إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من وسط المدينة. كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كارثة بكل المقاييس. دخول سيارة الإسعاف أو الوقاية المدنية على خط هذا الشخص، لاحظوا معايا حالته حرجة، لاحظوا ما بغيناش، يعني هذا السيد مضروب في الوجه ديالو ومضروب على مستوى البطن ضربات قاتلة بهذا المعنى. الوجه ديالو كله مخسر، وكذلك البطن ديالو مضروب واحد الضربات خايبين بزاف، يعني الله يدير الشو ديال الخير. هذا السيد اللي كيقول كما تبعتوا على المباشر على قناة شوف تي في اللي كتعطيكم دائما الاخبار اول باول، سمعتوا على المباشر على اللسان ديالو كيقول بانه تعرض لاعتداء من طرف ثلاثه ديال الاشخاص اللي فروا بسياره. لاحظوا دابا حاليا سياره الاسعاف دابا حاليا راه نقلات هذا الشخص المصاب. لاحظوا معايا سياره الاسعاف اللي نقلات الشخص المصاب، يعني ضربات قاتله. رجال الامن راه باقيين كيتواجدوا هنا منطقه او بشارع محمد الخامس. هذا الشخص اللي كما قلت واللي على حساب ما جاء على اللسان ديالو كيقول بانه تعرض لاعتداء مباشر من طرف مجموعه ديال الاشخاص. على حسب القول ديالو كيقول بانهم ثلاثه ديال الاشخاص اللي كادوا انهم يصفوه جسديا، لانه الضربات اللي مضروب هذاك الشخص ضربات قاتله، بهذا المعنى. غير عندنا قوانين كتمنع هنا، لاحظوا معايا رجال الامن دابا حاليا اكيد غادي يديروا اللازم، لانه هذا الشخص هذا تعرف على الاشخاص اللي قاموا بالاعتداء عليه على حسب الاقوال ديالو. كاينين كاميرات كذلك هنا في عين المكان اللي اكيد غادي تكون وثقات العمليه ديال الاعتداء ان كان هناك اعتداء بطبيعه الحال. لاحظوا معايا اذا بكل صراحه اذا كما تابعتم معنا مشاهدينا الاوفياء، كانت هذه اللحظه اللي تم فيها النقل ديال الشخص اللي تم الاعتداء عليه على حسب القول ديالو، تم الاعتداء عليه من طرف مجموعه ديال الاشخاص. هناك يعني كيقولوا بانه ثلاثه ديال الاشخاص دائما جاء على اللسان ديالو كيقول بانه ثلاثه ديال الاشخاص اللي هما معروفين. هذا السيد اللي كان كيشتغل في دور او حارس ديال حانه، واللي كان عنده على حسب ما كيقول بانه كانت حسابات ما بينه ما بين احد الاشخاص اللي جاب جوج ديال الاشخاص اخرين. حنا هذا الشيء جاء على اللسان ديالو بطبيعه الحال، حنا ما كناكدوش وما كنفيوش هذه المساله، ولكن داك الشيء اللي كيقول هو على اللسان ديالو. اكيد كاين ناس اللي مكلفين بهذه المسائل كلها اللي غادي يتعرفوا على اشنو وقع بالضبط، ولكن حنا كما قلت كنوصلوا لكم اشنو وقع. هذا السيد كيقول بانه تم الاعتداء عليه من طرف اشخاص اللي كانوا كيرتادوا هذيك الحانه، منهم احد الاشخاص اللي هو كيقول بانه تاجر، تاجر معروف هنا بالمنطقه، جاء مع جوج ديال الاشخاص كيقول بانهم طيحوا الارض، ضربوه على مستوى الوجه واحد الضربه خايبه، ضربوه على مستوى البطن ضربه قاتله. كيف ما شفتوا معنا تبعتوا معنا من اللي نقل اللحظه ديال النقل ديالو عبر السياره ديال الوقايه المدنيه، كذلك رجال الامن قاموا باللازم، خذوا محضر ديالهم بطبيعه الحال في انتظار معرفه باقي التفاصيل. اذا حتى لهنا غادي ننهيو هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. نتمنوا السلامه للجميع، هذا الشيء ولا كيخلع ولكن هذه هي الحياه وهذه هي المهنه ديالنا ديال المتاعب، هي اننا ننقل لكم كل تفاصيل وكل كبيره وكل صغيره وما يروج بالليل. هذا هو المثل اللي كيقول الليل أم ماليه.
اذا هذا هو الليل وهادو هما ماليه وهادو هما الامور اللي كتوقع بالليل. هذا الشيء ما كيقولش كنفوش بان حتى بالنهار كيوقع اكثر من هذا، ولكن كنتكلموا دابا حاليا على هذه تقريبا هذه الثالثه صباحا هذا الشيء وقع هنا في شارع محمد الخامس. اذا الى هنا سانهي هذا البث المباشر على امل لقائكم بث مباشر اخر. مره اخرى كنتمنوا السلامه للجميع، شكرا لكم على حسن المتابعه والى